من بغداد إلى محافظة الفرات الأوسط ومراسلنا معتز العبودي عبر الهاتف. معتز، مساء الخير عليك، ما هي آخر الأخبار والمستجدات والتزام المواطنين بتطبيق الحظر الكلي للتجوال في هذه المحافظة؟ تفضل معتز. نعم زميلتي دالشين، في البداية تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين في كل مكان. حياك الله. مشهد محافظات الفرات الأوسط بالتحديد، من أولى هذه المحافظات محافظة النجف الأشرف التي شهدت تطبيق حظر التجوال الشامل في عموم هذه المحافظة منذ ليلة أمس الساعة 8 مساء، وإلى الآن ما زال حظر التجوال مستمر. أيضا كان هناك يعني التزام من قبل المواطنين، كما أشار محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري في تصريح لقناة زاكروس الفضائية عن التزام المواطنين بتطبيق حظر التجوال. أيضا كانت هناك صور بينت أن مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذي يقع في وسط مدينة النجف الأشرف هو خالي من الزوار بسبب تطبيق إجراء حظر التجوال الشامل، وكذلك الشوارع والمحلات يعني أصبحت خالية وغلقت هذه المحلات في مركز مدينة النجف بعد تطبيق حظر التجوال الشامل. أيضا دائرة صحة محافظة النجف الأشرف أعلنت قبل قليل عن ارتفاع الموقف الوبائي للمحافظة، والذي سجل خلال هذا اليوم أكثر من 470 حالة إصابة، من بينها هو إصابة المرجع الديني الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض وعائلته بفيروس كورونا، حيث تم نقل المرجع الديني إلى مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء المقدسة لتلقي العلاج مع عائلته. كما أكدت مصادر طبية استقرار الحالة الصحية للمرجع الفياض في هذا المستشفى هنا في مدينة كربلاء. أيضا دائرة الصحة أعلنت عن حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا، وأيضا تماثل أكثر من 170 حالة للشفاء في المحافظة. أيضا بعد تطبيق حظر التجوال وفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات، شهدت الأسواق المحلية والصيدليات والمذاخر ارتفاعا ملحوظا بأسعار الكمامات وكذلك المعقمات الطبية، ويعني ما طلب المواطنين الحكومة المحلية والسلطات الأمنية بضرورة مراقبة الأسواق ومنع ارتفاع هذه أسعار هذه المواد. ننتقل إلى ثاني محافظات الفرات الأوسط جميلة دالشين، مدينة ومحافظة بابل، حيث أعلنت خلية الأزمة عن استنفار كافة الكوادر الصحية والطبية في المحافظة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، متوقعة بزيادة أعداد إصابات بهذا الفيروس، حيث خصصت خلية الأزمة مدينة مرجان الطبية التي تقع وسط مدينة الحلة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وتحويل هذه المستشفى إلى مكان للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا. أيضا انتشرت القوات الأمنية في كافة مناطق مدينة الحلة ومراكز وأقلية محافظة بابل من أجل تطبيق حظر التجوال الشامل. طيب. في المحافظة. طيب معتز، لو سمحت لي قبل أن تنتقل إلى محافظة أخرى، معتز إن كنت تسمعني، هل تسمعني معتز؟ في عموم المحافظة من أجل تطبيق حظر التجوال الشامل. يبدو أن الزميل معتز لا يسمعني. معتز إن كنت تسمعني. نعم زميلي محمد. نعم إن كنت تسمعني، رأيت الكثير من وصولات الغرامات تجاه المواطنين الذين خرقوا الحظر الصحي في بغداد وباقي المحافظات، خاصة في محافظات الفرات الأوسط. إلى أي مدى هذا الأمر مفعل ويتم من قبل القوات الأمنية تجاه المواطنين الذين يخرقون قرارات حظر التجوال؟ نعم يعني قامت هنا السلطات المحلية وكذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الصحية بفرض عدد من الغرامات، لكن ليست في كافة المناطق. هناك توجيه في بعض الأحيان إلى المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجوال وكذلك بضرورة ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى يعني هناك تم فرض غرامات على من لا يرتدي الكمامات بمبلغ 25,000 دينار، وعلى الشخص الذي يتجول بدون كمامة، وكذلك على من كل شخص من يقود
سيارة أو عجلة بدون كمامة يتم فرض غرامة 75,000 دينار بسبب يعني خرقه لحظر التجوال وعدم ارتدائه للكمامة. طبعا هذا يعني واجه برفض كبير من قبل الشارع هنا في محافظات الفرات الأوسط، باعتبار أنه الكثير من المواطنين يعني ليس هو بالحالة المادية جيدة، مما يضع المواطن العراقي في معاناة جديدة في ظل ارتفاع أسعار الكمامات الذي شهدته الأسواق المحلية هنا في عدد من المحافظات في الفرات الأوسط. نعم معتز العبودي، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف، ونبقى في